منذ أن وجهت البوصلة نحو تثمين الانتاج الوطني، العديد من المنتجات وجدت مكانها بالأسواق. اليوم الانتاج تنوع، والصناعة المحلية استطاعت أن تثبت نفسها تغليفاً، تعليباً وإنتاجاً. البلاد لأن المنتوج نتاعنا ما يخفاكمش بلي راهو داخل في تصنيع جميع العبوات البلاستيكية، بما فيها المشروبات الغازية، العصائر، الديترجون، لي سانيبو، لي برودوي بارا فارماسوتيك، لي برودوي أوتو، يعني جميع العبوات البلاستيكية، القارورات، رانا الحمد لله رانا ننتجوا في الجزائر مادة لابريفورم. في هذاك الوقت كانت مادة لابريفورم يمبورتيو فيها من الخارج. وحنا بفضل الحمد لله الماكينات اللي جبناهم رياليزينا لهنا وقدرنا ننتجوا الانتاج اللي هو البريفورم لهنا في الجزائر، والحمد لله قدرنا شويه نغطيو السوق الوطنيه وزدنا في كميه الانتاج. مزجاج الحمد لله راه دخلت وهران وتشلف حاجه مليحه ما شاء الله، يعني كاين شويه ناقص مي مليحه ما نلقاوش فيه يعني بزاف. بكري كنا نعانيو نجيبو من المروك، نجيبو من مصر، نجيبو من تونس، يجيبوا من الطليان من كل بلاد ويتكسر لنا وكذا. دركا وكاين منتوج جزائري، الملصقات جزائريه، كل المواد الاوليه كامل جزائريه، وحتى ولينا نخدموا درك مع الحمص تاع الجزائر. بعد ان كانت اغلب المنتجات الاستهلاكيه مستورده، بات اغلب ما يسوق اليوم مصنعا محليا، وحتى المواد الاوليه في بعض الاحيان. منتج فواكه جزائريه، مواد اوليه جزائريه 100% خالية من المواد الحافظة، خالية من الألوان، خالية من السكر، طبعا مصنعين كبار اليوم الحمد لله راهم هم يشريوا الماتير برومي طبعا بعد ما توقف الاستيراد، وهذا أمر يعني جدا طيب، لأنه يعني أولا يوفر المال تاع استيراد. مسار الإصلاحات الاقتصادية أعادت الهيبة للوسم الجزائري، فانتظار الانطلاقة الفعلية لهذه الإصلاحات ليكون صنع بالجزائر علامة للجودة والنوعية مستقبلاً.